السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نظام الانتخابات المعدل والمتمم لا سيما المواد 245 و246 و247 و256 و258 و259 الفقرتان الرابعة والخامسة و260 و272 الفقرة 2 و275 الفقرة 6 منه. وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية لا سيما المواد 57 و61 و62 و88 و89 و90 و91 منه. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-282 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة. وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 6-24 المؤرخ في 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024 المتضمن اعتماد للانتخابات الرئاسية المسبقة. وبعد الاطلاع على إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 4 ربيع الأول 1446 الموافق ل 8 سبتمبر سنة 2024 المتعلق بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي ومحاضر تركيز النتائج المعدة من قبل اللجان الانتخابية الولائية وكذا اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، وبعد دراسة الطعنين المودعين لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من طرف كل من المترشحين حسن شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم وشيش يوسف عن جبهة القوى الاشتراكية واللذين تم قبولهما من حيث الشكل ومن حيث الموضوع. وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية يوم 7 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر 2024 المتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة الذي تقدم به ممثل المترشح حسن شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم. وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 8 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024 المتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة الذي تقدم به ممثل المترشح وشيش يوسف عن جبهة القوى الاشتراكية.
وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين وبعد معاينة مختلف الوثائق الانتخابية بما فيها مراجعة الأوراق الملغاة والوكالات وبعد تصحيح الأخطاء المادية وضبط النتائج النهائية للاقتراع، توصلت المحكمة الدستورية للنتائج النهائية التالية: العدد الإجمالي للناخبين المسجلين داخل الوطن وخارجه 24,551,551. العدد الإجمالي للناخبين المصوتين 11,226,065. نسبة المشاركة العامة تكون 46.10%. نسبة المشاركة العامة تكون 46.10%. الأصوات الملغاة 1,764,637. الأصوات المعبر عنها 9,461,428. الأغلبية المطلقة 4,730,715. الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح مرتبة ترتيبا تنازليا: أولا السيد تبون عبد المجيد تحصل على عدد أصوات 7,976,291، ما يمثل نسبة 84.30%. 2 السيد حسن شريف عبد العالي تحصل على عدد أصوات 904,642، ما يمثل نسبة 9.56. السيد وشيش يوسف تحصل على عدد أصوات 580,495، ما يمثل 6.14%. حيث أنه وفقا للمادة 85 فقرة 2 من الدستور يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها، وحيث أن المترشح تبون عبد المجيد تحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها وعليه، تعلن المحكمة الدستورية ما يلي: السيد تبون عبد المجيد رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعهدة ثانية، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 89 من الدستور. ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 6 و7 و8 و9 و10 ربيع الأول
عام 1446 الموافق لعشرة وأحداش واثناش وثلاثاش واربعتاش سبتمبر سنة 2024. وفي الأخير ومن منطلق اختصاصها الدستوري الأصيل باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور، واعتبارا لأهمية هذا الاستحقاق الوطني، تذكر المحكمة الدستورية الرأي العام أنها حرصت كل الحرص على ضمان احترام حقوق المترشحين وحقوق الناخبين على حد سواء، وبالنتيجة المحافظة على نزاهة وصحة وسلامة العملية الانتخابية، كما حرصت على إيلاء كل الأهمية للطعون التي تقدم بها المترشحين وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية، مما استوجب عليها إجراء عملية تدقيق وتصويب وضبط محتوى سائر الوثائق الانتخابية التي توصلت بها من جانب اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج. كما تعلم المحكمة الدستورية الرأي العام أن الإعلان الحالي وكذلك قراراتها الفاصلة في الطعون سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تهنئ المحكمة الدستورية الشعب الجزائري على إنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام، وتتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية المنتخب بتهانيها الحارة، متمنية له كل التوفيق والسداد في أداء مهامه النبيلة. شكرا والسلام عليكم.